اهلا بيكم معانا وجمالك على قد ايديكي. النهارده انا عامله نيو لوك قص شعري، والحقيقه انا قصيت شعري علشان خاطر شعري اتحرق من صبغات كتير من بيبيليس والسشوار. طبعا المفروض انا اخر واحده ممكن تقولي الكلام ده، بس الحقيقه من كتر ما انا بغير في الوان شعري حرقته. وهنا بقى لب الموضوع ولب الحلقه، انه الشعر لما يتقصف ما ينفعش اي حل معاه غير القص. ما ينفعش، ما فيش اي واحده تيجي تقولي انا شعري مقصف عايزه اعالجه، لا لازم اقصه. لو مش حابه شعرك يقصر قوي زي ما انا عاملاه، تقصي اطراف باطراف كل شهر لحد ما تقضي تماما على التقصيف، لان التقصيف هو اصلا بياكل في الشعر. انت كده بتعالجي حاجه ميته. يبقى اتفقنا التقصيف علاجه قص، اي حاجه تانية ليها علاج. النهارده انا عامله وصفه طبيعيه جدا للشعر لو هو مجعد بيهيش، طالع فريزي كده كل شويه، مضايقك، عايزه تطريه شويه، عايزه تغذيه. الوصفه بتاعت النهارده دي فيها كل الكلام ده. الوصفه هتبقى عباره عن موز، والموز مهروس كده بالطريقه دي، وكل ما كان مسود كل ما كان افضل. ده معناه ان نسبه الحديد اللي فيه اعلى. وهضيف عليها معلقه لبن، تمام؟ اللبن بيطري الشعر جدا على فكره يا جماعه. هقلبهم كده في بعض. الوصفه دي يفضل ان انا يعني مكون استخدمه واحده واحده. وهضيف معلقه عسل. وهنا بقى العسل ده طبعا احنا اصلا بنستخدمه لوشنا، فعلشان خاطر اصلا هو مرطب، فتخيلي لو لشعرك هيبقى حاجه حلوه جدا. الموز بيسيطر على الهيشان بتاع الشعر، وفي نفس الوقت بيدي لمعه كده حلوه جدا للشعر وبيغذيه جدا. فالموز يعني هو مهم، بغض النظر ان احنا كمان اكله مهم، لكن كمان هو كماسك حلو جدا للشعر، تمام؟ بقلب كده اللبن بالموز بالعسل، وهنبدا بقى نضيف المكون الاساسي. طبعا اهم حاجه للشعر هو البروتين، فالبروتين هنا الاساسي بتاعنا البيض. بما ان الناس كتير جدا ما بتحبش ريحه البيض، وهو فعلا البيض بيبقى فيه زفاره كده شويه وما بيتشالش بسهوله من الشعر، فالبديل عنه هو المايونيز. المايونيز اولا فيه كل خصائص البروتين الهائله اللي احنا ممكن نستخدمها فعلا لشعرنا. بيطري الشعر جدا، بيسيطر على الهيشان بتاع الشعر. لو في اي نوع من الخشونه هتلاقي شعرك طري، وحقيقي ده يعني هو حقيقي من اول استخدام زي ما بيقولوا. يعني بضيف معلقتين مايونيز. انا كده ضفت للوصفه دي التغذيه المناسبه للشعر، عالجت الهيشان، طريت شعري جدا، واديت له كمان لمعه، لان المايونيز فيه بيض، خل، ليمون. التلاتة دول أكتر حاجة غذاء لأي شعر في الدنيا. النتيجة بتاعتها بتبان من أول استخدام، خصوصا لو فعلا سبتيها أكتر وقت، ممكن ساعتين ثلاثة على شعرك، بتلاحظي النتيجة. طبعا مش 100%، لكن بتلاحظي نتيجة فورية فعلا. دي حقيقي، دي يمكن من أول الوصفات الطبيعية اللي بقول نتيجتها سريعة جدا. أنا حققت فيها الترطيب، وتحققت فيها التغذية واللمعان، وإني أثرت فكرة الهيشان اللي مضايق مع معظم الناس. يا رب تكون الوصفة عجبتك. ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وتدوسي على الجرس علشان توصلي كل فيديوهاتنا اللي جاية. باي باي.